معايا محمد من القاهره، اتصال تليفوني. اهلا وسهلا. الو، اتفضل يا استاذ محمد. ما زال المسلسل مستمر، كل المسلسلات الدراميه 60 حلقه و80 حلقه. مسلسل الفساد في مصر ليس له نهايه، الفساد مستمر، الفوضى مستمره. الاستاذ الدكتور خالد مجاهد قاعد على مكتبه في التكييف وبيقول ان المواطن اللي قدام حضرتك جاله التقرير النهاردة الساعة 3، جاله ليه؟ عشان خاطر الحلقة اللي حضرتك بتعمليها. لولا هذه الحلقة لكان الدكتور خالد مجاهد لم يتحرك ساكنا. دي مسخرة طبية بكل المقاييس. الخلاف في كل الدنيا ما بين المستشفيات الجامعية والمؤسسات العلاجية والمستشفيات الحكومية الخاصة، احنا فين؟ في مسخرة طبية على مدار السنين اللي فاتت كلها واللي هتيجي. ده ليه؟ عشان في فوضى وفي فساد طبي موجود في مصر. حرام عليهم. بكل المقاييس في امثله كثيره وعلى يدي مستشفى اليوب العام، المؤسسه العلاجيه باليوب، اي مواطن بيخش لازم يدفع الاول، يدفع وبعد كده يتعالج. الجثث مترميه في جميع مستشفيات مصر الحكوميه، عارفين ليه؟ عشان ما بيدفعوش فلوس الاول. الغلابه الظاهر ما لهمش علاج، الفقراء ما لهمش علاج. استغاثه من خلال برنامج حضرتك. ما تقوليش انت منفعل ليه؟ لاني عندي امثله كثيره كانت بتمسني وبتخصني. استغاثه من خلال برنامج حضرتك. وانا اعرف جيدا ان المؤسسه الرئاسيه المكتب الاعلامي كله بيشاهد جميع الحلقات اللي موجوده على مدار الفضائيات. بناشد السيد عبد الفتاح السيسي ان يحل المشكله دي بنفسه، ان يتواصل مع هذا البرنامج عشان خاطر الماساه اللي قدامنا. السيد رئيس الوزراء، السيد وزير التنميه المحليه، كفايه بقى، كفايه المصاريف بالملايين على حاجات غير مربوطه بالشعب المصري. العلاج اضعف حاجه، اضعف الايمان ان انا اكون ليا رعايه طبيه وصحيه من خلال الضرائب اللي بدفعها ومن خلال ومن خلال ومن خلال. الفوضى اللي موجوده دي حرام، كفايه. هي فعلا هي مش فوضى، بس يا ريت يسمعوا النداء اللي انت بتقومي بيه ان هي فعلا مش فوضى، لان في امثله كثيره لهذا الرجل وكثير بيموتوا قدامنا وتحت عينينا. كفايه الطريق اللي بقى فيه الاتعاب بنكلمها ما بتوصلناش غير بعد ما راح. انا بشكرك استاذ محمد ومقدره حجم المأساة اللي انت فيها.